رجعنا لنتابع حلقتنا الميلادية مع ضيوفنا لليلة، ورح نرجع للأغاني والتحديات، لكن بهالجولة كل أغنية لازم نسمعها ديو من اثنين من الفريقين. منبلش مع الفريق الأحمر. Are you ready? Hello. Are you ready? Yes, yes. We are so ready for this. يلا. شيرين بتقولي ستوب. ستوب لإلك. ستوب. السيدة فيروز. شيرين شو هي الغنية وأنت مين رح تغنيها؟ بدنا نكونوا ديو. على الميكرو بليز. قررتوا شو الغنية؟ شيرين ما نعرف شو نغني شي حلو عشان كان عنا طاحون. يلا يلا اوكي انت ومين؟ نحن انت وعمر؟ اوكي ديو شيرين عمر توب موسيقى وكان عنا طاحون. كان عنا طاحون على بعيد هو سهرية ويبقوا هالناس بهالساحات شي معهون كاس عربيات رايحين جايين عطول الطريق وتهدر غنية يا حلوة يا ليالي يا حلوة على بالي غني غني عمر وفريقه الصبايا الحلوين. الفريق الاخضر شوف معي مين بتقول انت؟ الاحمر. الفريق الاحمر بقياده المايسترو عمر أرناؤوط الصبايا الثلاثه الحلوين ربحتوا اول فقره يعني يلا معلم انبسطوا هلا رح نقطع لهم اياها بس هالمره بدك تشوفي الجمهور صوت نحن ما عندكم شو تقولوا ما عندكم شو تقولوا خلص عم كريسمس عم نعطيك هديه ايوه عم نعطيك هديه اليوم مارسيل انت عارف انه اللي بيخسر طيب الفريق الربحاني بيفرض عليه تحدي من ثلاثه التحدي الاول هو الغنى انتم عم تعملوا رقصه دانسينج الفز التحدي الثاني الغنى انتم عم بتزينوا حلويات العيد أو التحدي الثالث اللي هو الغنى أنتم عم تضووا شجرة العيد. شو يا عمر؟ شو بتنقوا لهم؟ شو نقول؟ شي هين يا عمر. شي هين. أنا بدي أقول لأنه أنت سبيشالي لازم تعمل دانس إلف. دانسينج إلف. دانسينج إلف. ماري عم يتحداك يلا لازم شوفك. لازم شوفك.